السلام عليكم. احنا ان شاء الله نكملوا تشانغ ماي، ما عندناش بزاف ديال المسافه، عندنا 80 كيلومتر ونوصلوا تشانغ ماي. ان شاء الله في تشانغ ماي غادي نجلسوا 3 ايام، ان شاء الله غادي نجلسوا 3 ايام تما، لان كاين بعض المآثر التاريخيه غادي نشوفوهم. المهم مدينه فيها ما يتشاف. احنا دابا غادي نمشيو نخرجوا لوطوروس ان شاء الله، يا ربي تسهل علينا في شي اوتوستوب. احنا وصلنا لوطوروس دابا، سهل الله في شي اوتوستوب. الكارطون هادي هما اللي كتبوا لينا البوليس، كتبوا لينا باللغه ديالهم، كتبوا لنا تاهد تاهدي عاوتاني. سوا ديك العاب، سوا ديك العاب. تشانغ ماي. Which one? The non? The bus station. No. The bus station. Sorry? Sorry? Chiang Mai. Chiang Mai, not by bus. No, I don't want to go by bus. الناس اللي جاي اللي شينا معاهم بغاو يوقفوا في هذا المارشي هذا واحد نص ساعة وغادي نكملوا ساعة. حنا عجبنا الحال، جايين في هذيك الطوموبيلة الشيفرو اللي راه غادي نزوم عليها، جايين في الطوموبيلة هادي. راه بحال والو، شوف الباكطاج ديال الناس نيت هادي، راه تبان لي باقا لي شي جوطية ولا ما نعرف. المهم حتى حنا عجبنا الحال، جايين نضربوا معاهم دويرة وصافي. بينات الحوايج اللي تعجبوك في هاد الناس هادو وهو النظام، تيجي تلقى بلاصه نقيه تحط فيها الحوايج ديالو، تبيع ويشري فيها في العشيه، تنقيها كامله وتزيد فحالها، يعني النظام ديال بصح. وجا تلقى عندهم طبالي ديال الماكله نقيين، تيتماو ستريت فود، يعني كتمشي كتاكل تلقى البلاصه نقيه كتشعل في العشيه، ملي كتجي تضرب دويره في ديك البلاصه عاوتاني كتلقاها نقيه. يعني ماشي بحال مثلا في المغرب، عندنا كاين بلان تيدير ستريت فود، ولكن ملي تيمشي من البلاصه ديالو كيبيع ويشري وكيترزق، والله هذيك البلاصه اللي خلاها موسخه ما تيجمعهاش. كاينين شي وحدين الا من رحم ربي كاين في المغرب اللي تينقي بلاصه، ولكن هنا كلشي تينقي البلاصه ديالو، كلشي كتلقاه داير ارقام البلاصه ديالو، كلشي نقي، كلشي منظم. غادي نكملوا ان شاء الله تشانغ ماي. خمسة مازال لينا ان شاء الله 25 كيلومتر ونوصلها. هما الناس وصلونا هنا. باي. وصلونا تل الجيست هاوس فين عندنا البوكين، وصلونا ليه تل لهنا. واش ممكن تصور هادشي؟ بقى بزاف ديال لي هوستل والجيست هاوس كاينين في اسيا، قبل ما تدخل ليهم تقول لك خصك تحيد الصباط ديالك، تيك اوف يور شوز. ملي تنشوف هادشي تنحيد الصباط تنفكر ملي تنكون داخل الصالون ديال الوالدة. جالسين في الجيست هاوس، الروهان جيست هاوس، وما كاين حتى شي واحد في الريسبسيون. هاد تشانغ ماي تعتبر ثاني أكبر مدينة كاينة في تايلاند، المدينة الكبيرة أكبر مدينة كاينة بانكوك، وذا سيكند بيجست سيتي، يعني المدينة الأكبر ثانيا الكبيرة بزاف المور بانكوك هي تشانغ ماي، كبيرة بزاف.
Thank you. هذه سميتها الروتي. الروتي ايك بالبيض، داير بحال الملوي ديال البيض. نشارك معكم واحد الحاجه والله غادي تضحكوا عليا. اليوم 31 ديسمبر، يعني اليوم الليله ديال راس العام. والله ما كانت في راسي شي حاجه، ما كنتش عارف كاع صافي، تغولت وقعت تسافر ما كتعرف لا النهارات لا والو. حتى ملي كنهضر مع خويا الكبير تنهضر انا وياه في الماسنجر ولا في الواتساب، تنقول له كي داز النهار، تيقول لي اليوم كلينا الطعام، تنقول ويلي شنو اليوم، تقول لي الجمعه، تقول لي ياه والله صحابني اثنين صافي. اليوم الليله ديال راس العام غنشوفوا هنايا شنو غادي يكون، راه ما غادي نديروا والو قبل ما تصور، راه يكون شي حاجه. غير غادي نحاول نصور الاجواء كي يكونوا هنايا في هاد تشانغ ماي، نشوفوا الناس كيف تحسن. من بين الحوايج اللي معروفه بهم تايلاند هي النايت ماركت. تلقى واحد البلاصه يديروا فيها واحد المارشي، تياكلوا فيه كل شيء، تسمى النايت ماركت. انت غادي تشوفوا كثير على الشكل هذا. Yeah, this spider here. هذا من بعض الحوايج اللي مشهورة بهم تايلاند بزاف. ها انت شفتي كيف راه مازال كبير، تبدا من هي بلاصة في المدينة حتى لدابا تلقى فيه داك الشيء اللي بغيتي. باش يعجبك هاد النايت ماركت الا بغيتي تشري شي حاجه بنادم ما تلصقش فيه. مثلا في الهين كنتي باغي تشري شي حاجه تبقى لاصق فيك لاصق فيك لاصق فيك، تيحشمك تشريها. هنايا كدوز تشوف شي حاجه عجباتك هي هذيك، ما عجباتكش كتخليها، واخا تسول يعطيك معلومات. شوف الدنيا شحال عامره هنايا، غادي يحتفلوا براس العام هنايا كاع الناس. كاينين شي بلايص ما يمكنلكش تجلس فيهم لانهم محجوزين، الناس حاجزينهم مده ديال شهر. كاين اكثريه هنايا الناس الاوروبيين، حتى من دمانيو شوف شنو مكتوب فيه، يوروبيان فود، ما كاينش تاي فود هنا كاع. كتشعل فيه العافيه وكطلقو في السماء بحال كدير شي امنيه. شامبانيا هذا راه الماء، تدير واحد الامنيه هذا غادي تشوف الناس واش تقطع الشانطي، تدير امنيه بحال ما يكويش بحال هكا. او سوري برا، ثانك يو. Happy New Year! Woo! Bye! Make a wish! I wish you could!
الناس يشريوا هذا البالون هذا وتكتبوا فيه شي حاجه وتعلقوا في السماء بحال شي امنيه بحال هكا تكتب فيه شي حاجه do you need help I don't know go yeah we go yeah what did you wish thank you oh yeah كان هذا هو الفلوق ديال اليوم واخر فلوق في 2016 نتمنوا في 2017 يكون الخير ان شاء الله
الملاحظه اللي لاحظتها هو الطريقه ديال الاحتفال ديال الناس التايلانديين، تحتفلوا بواحد الطريقه حضاريه كما شفتي، تياخذوا داك الويش بالون يعني داك هذاك المنطاد ديال الامنيات، تيكتب شنو بغا يتمنى وتيطلقها، هذه هي الامنيه ديالهم. وانا يلا شريت التيشيرت هذا كما تشوف، شريته 100 باط يعني 25 درهم. شكرا لكم بزاف، نتشوفوا في الفلوق الجاي، السلام عليكم.